طيب، ما هو الفرق الآن بين العقب الذي هو استعظام النعمة، يعظم الإنسان نعمة معينة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه وينسى ويغفل نسبتها إلى فاعلها الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، وبين الكبر الذي هو غمط الناس وبطر الحق؟ الفرق بينهما أن العقب حالة ذاتية، العقب حالة ذاتية نفسية في النفس، أما الكبر فهو أمر متعدي للآخر، فالمتكبر يحتاج إلى متكبر عليه، أما العقب فيمكن يعيش الإنسان وحده في الحياة أو في كوكب الأرض وحده وهو يشعر بماذا؟ بالعقب، يشعر بالعقب في ذاته. فإذا التكبر، هكذا نفهم الفرق بينهما، أن التكبر هو حالة متعدية يتعدى بها الإنسان للآخرين، والكبر من حيث كونه خلقا هو أمر ينقسم إلى قسمين، كبر باطني وكبر ظاهري. فالكبر الباطني هو خلق نفسي، هذا الشعور، الرغبة في ازدراء الآخرين، الرغبة في عدم الاستجابة للحق عندما يرى الإنسان هذا الحق عن طريق أحد أو يجادله أحد يناقشه أحد فيظهر له الحق، فسببه هو الباطن، سببه الباطن، أنه في داخل نفسه في باطنه فيه هذه الصفة، بالتالي لا يرغب أن يحترم الآخرين ولا يرغب أن يقبل منهم الحق ولا يرغب أن يقبل منهم الخير، وهذا الباطني. والظاهري هو الآثار التي تظهر من خلال هذا الحال ومن خلال هذا الوصف الموجود في نفسه.